نرحبوا بالدور. يعني صراحة كما قال لك السي محمد يعني أنا لعبت ليستاد كامل تاع الجزائر يعني تقريبا كامل ما نقدرش عليك الشيخ كان يقول لي جوال أنا فات كارير وأني مصدوم لحد لا راني مصدوم صراحة والله تعني تشوف هالشيء اللي صرا خلينا السيران كلو السيران يصرا يضربك الضرب ويا باترون ماشي مشكل فهمت كيفاش مي الإنسان أنا كي هربنا مع الأربي دخلنا لليسير ما دخلناش لليسير تاعنا دخلنا لليسير مع تاع عين بيضاء ما كناش نتصورو باللي الناس تاع عين بيضاء كنا خايفين من الشعب ولا حنا دوكا ولينا محاصرين كيما يقولوا مصادرين من دو كوتي مع عين بيضاء اللي ديريجو واللي جوا بلوس الشعب اللي كان في الباب انا ما نكذبش عليك صراحه ما درت ما خفت لقيت روحي في طايح في الدرك كون شي صحابي يعني اللي كفروا عليا والاخر يا ما نعاش على باليش ضربني لاجون تاع لونترينر كان يقول بو علام علام ولا كيسلو صوني بعد هذاك انا دخلت جيت في وجهه بعد هذاك صدق فيا واحد الخشين هذاك لا ما نعرفو وكان في لا ميم كورونت مريح كيما اللي ضربك بالحديده هذيك والشيخ فهمت كيفاش يعني صراحه في واحد الامور عشناها وين زد خوفنا نتاع الصح يعني ما بنلعب احنا كنا في 11 في الموسيقى هذيك تاع لا شوديار في 11 في 11 تما والشيوخ كانوا مع الاربي ولي روباسيون تاعنا كانوا في الميستير اللي من هنا كنا فرقين كي شعلوا فينا النار هذيك والاخر تماك بنادم ولينا شهدوا ماشي غير بينا شهدوا يعني خلاص يعني سي لا فان تاعنا فهمت كيفاش واش راح دير هذه كيما يقولوا الانسان الحمد لله كيخرج السلامات وحنا رحنا ندافعوا على تاع الفريق ما رحناش باش يعني من المقابله كامله واللاعبين تاع عين بيضاء قابلنا كيفاش خلينا نروحوا كونتر هنا رحنا مادام حنا رحنا لاعبين وحنا باش ندافعوا على الفريق راهو في راهي لازم نجيبوا نتيجه ما يعني كناش نتصوروا باللي غدوه نلقاو هاد الامور قدامنا ولا فهمت كيفاش لا داعي باش نوليو واش صرا لاباي واش صرا في شهر واش صرا في الاخر ما كان نوليو لا باسكو تركوا ليها جماعه يعني احداث مؤسفه وكما قال الشيخ ديجا بالك راه مصدوم بلا الشيخ انا قلت لا ما نجيش مصدوم يعني صراحه فهمت كيفاش ونتمنى ان شاء الله ما تكررش يعني الامور هذه واللاعبين صحابي من الزملاء تاع نشكرهم كانوا رجاله في الميدان كانوا يعني صراحه كانوا كوراج وكنا كاملين دور حدا ما وليناش اللور كنا قادرين نربحوا المقابله لو كان شي الشيء اللي صرا الاخر هذا كنا نربحوه يعني نعطيهم زوج ثلاثه كيلو ماشي خوفنا شويه بس سي نورمال سي فتره من الانسان بارك الله فيك فهمت كيف سيما سيما هذه هي ونعطي الكلمه للزملاء لما يكون اما نتكلم على شيء هذا من ما نقدروش يعني نيماجينيو يعني الصح اللي ماشي اللي صرا تماك يعني الحمد لله سلامات وكما نقول عطيهم الصحه اللي جوار ومن الستاف لي جون الانترينور اللي كانوا معنا الحمد لله شنو طبعا باش نجي جوار انا باش نجي ديما طون نهضر باسم صحابي من طون نونسي بلي حنا كنا جوي بور لي كولا دو لاجيز دي الشيء اللي زاد اثر في عين بيضاء لي سيبورتور يقولوا لنا بلي انتم راكم بعتوا لي ماتش تاع موانا ولي زيكيب وكذا هذا الشيء اللي زاد اثر علينا مليح مليح حنا نهضروا جوي نونسي هذا بزاف بزاف بلي حنا هنا كان ماربي كنت حالي انا بزاف حنا لعبنا بور لي كولا دو لاجيز دي ما كناش نلعبوا ليكيب مام في لافان قالوا لنا بلي راكم تسناو في ان بريم من موانا بزاف بزاف كاين حوايج بزاف يعني ما نقدروش ندانيش نوصلو كيفاش من لا جوان طرينا هذاك سوتو لا جوان طرينا هذاك اللي كان يعني يتعمد بزاف من لا بارتي اللعب كما قال الشيخ الماكسيموم هذا جوار يعني صراحه في اللعب لي باس يعني اوني اون ديري اون ان دوميسيل ماكسيموم حس الجوار طاح ديريكت مدخل يعطي الدبزه راه الناس ضربوا دي فوا الشيخ اللي يحكم فينا الشيخ اللي ما تردوش يعني صراحه المسكين يعني صراحه بسم الله الرحمن لابريف لابريف اللي جوار تاعنا واحد ما دا فيرتيزمون واحد ما دا فيرتيزمون بس ما ضربناش ما خلينا نتقبلوا كل شيء حنا حبينا وكنا قادرين نماركو لو دوزيام يعني صراحه يعني بكل خجل انا بغيتكم صراحه عينا طرواج جوار كونتر ان قصد ديفون كون ما ماركوش وانا بوس بخمس قرابه نشوفوا سي كذا من ماركوش انا الناس مقادر سي فور يجور يدير ماري قال محمد لويس نقول لي فور من طلاب الصبر علاش باسكو سي كذا كنا كابابل ماركيو باسكو علاش نشوفوا الجحيم ديجا ان ان لي باس مون تيران بليزيور فوا لي زاغريسيون سورتو من عندهم البونتوش تاعهم تكون يكون قدام لاني من يجيك الماتش تاع بي خطك يضرب لك كاين حوايج بزاف ما نقدرش نقصهم يعني الحمد لله يعني انا واحد الناس اللي يقول لك ما خافش يعني نكذب عليك ما خاف نجا سي كما نقولها
تستنى كل حاجه يعني كابابل الجوار يموت كابابل لابريف مشكل يعني سوتو لابوليس الامن اللي كانوا اللي كاتر بوليسي ثاني اللي كانوا بروبريتاري يطلبوا يعني الشفاء العاجل كانوا كاتر بوليسي صراحه يطلبوا الشفاء العاجل اللي كان معنا الضوضاء كان حوايج بزاف كان من الاساس ثاني هذاك تاع باش نضرب اللي ضرب ثاني على راسه كان هو معنا في لاشوديار هو اللي حنا دخلنا لاشوديار هو ان جواد جواد عن بيضاء وكانوا حوايج يعني ودخلنا الميليسيا تاع عن بيضاء يعني رانا عندهم يديروا فينا واش يحبوا واحنا كنا ورانا كنا 5 سنين خلاص قعدنا نبدا من مانيال من مانيال نسير فيها ما نحبوش نردوا الكلام ولا الجاست ولا هكاك في الفيسير تاعهم قعدنا متقبلين الكلام اللي يمشي مليح بزاف بزاف في حاجه في الفيسير يعني كما نقولوا على طول الاخر نشكر اللي جوا نشكر سلامة ان شاء الله.